وينضم إلينا للحديث عن الدعوات لحماية الصحفيين والناشطين من عمليات الاستهداف التي تقوم بها القوات الحكومية والميليشيات في وقت أعلنت فيه اللجنة المنظمة للثورة موجة جديدة من التظاهرات. ينضم إلينا من أمستردام الأستاذ مظفر الخميسي، الكاتب والإعلامي العراقي. مرحبا بك معنا. مساء الخير أستاذ يونس. مساء الخير عليكم وعلى قناتكم الكريمة. أهلا بكم. كما تعرفون فإن الميليشيات في العراق تواصل ممارساتها ضد الناشطين والصحفيين بصفة كبيرة. أين أضحت حرية الرأي والتعبير في العراق بعد 17 عاما من الاحتلال ثم الحكومات المتعاقبة؟ بالحقيقة لم تكن هناك أبدا حرية للرأي والتعبير عند العراقيين منذ اليوم الأول للاحتلال. كانت شعارات مرفوعة للاستهلاك المحلي ولإقناع العالم الخارجي أن الوضع في العراق يتجه نحو الحرية والديمقراطية، ولكن الحقيقة كانت هناك دائما رعب وخوف وتهديدات بالقتل والذبح والتهجير والاغتيال لكل من خدع بهذه الكذبة التي اسمها الديمقراطية. كانت المظاهرات بالبداية تقمع بحجة تفجيرات القاعدة والإرهابيين والأعمال الإرهابية، وكانت الألسن تقطع أما بالرصاص أو بالدنانير. وبعد أن قامت الحكومات المتعاقبة بمطاردة الصحفيين الوطنيين ممن رفض التملق والتغطية على جرائم الفساد والقتل والتهجير، وخصوصا أولئك الذين قاموا بإيصال صوت المتظاهرين في الأشهر الأخيرة من أيام الانتفاضة المباركة، تم تهديدهم واغتيل الكثير منهم. وصل الأمر إلى اغتيالات للناشطين والصحفيين، حتى أولئك الذين كانوا جزء من فريق الحكومة الإعلامي الذي غطى على الكثير من التجاوزات، تم تصفيتهم لمجرد أنهم حاولوا القليل من الحرية، أخذ الحرية. تم تصفيتهم بدون رحمة، مثل ما جرى الإعلامي الأستاذ هشام الهاشمي. واليوم تتنادى أبواق السلطة ومأجوريها وتسابق الزمن لإحياء قانون حرية الرأي الذي تم تقديمه للبرلمان إذبان حكومة عبد المهدي، واليوم يريدون تشريعه بأسرع وقت، والقصد منه تكميم أفواه الوطنيين وقمعهم بحجة حرية الرأي. الحقيقة لا رأي ولا حرية للناس والعراقيين. نعم. من يتحمل مسؤولية استمرار هذه الاستهدافات أستاذ مظفر، والتي تحولت كما يؤكد الناشطون والصحفيون لأن تكون منهجية أو ممنهجة ضدهم وليست عشوائية؟ صحيح، تتحملها باعتقادي تتحملها السلطة الحاكمة بالدرجة الثانية، لأنها تلعب دور المتفرج على قمع المواطنين والسكوت على تجاوزاتهم، حتى بعد أن أصبح معروف للجميع من هم الفاعلين ومن أين يأتي تمويلهم ومن يزودهم بالسلاح والمال والحماية. ومعروف للجميع أن من أمن العقاب أساء الأدب، وهؤلاء لم يسيئوا الأدب فقط الأدب، بل دمروا العراق وبطشوا بأبنائه. وبالدرجة الأولى يتحملها الفصائل والميليشيات الموالية لإيران، كونها تعبث بأمن الناس والوطن وتضطهد أبنائه وتقتل أولاده من أجل تمرير المشروع الإيراني للسيطرة على المنطقة والسيطرة على العراق بصورة خاصة. لذلك الطرفين يتحملون المسؤولية. الجميع يتساءل ما الخطر الذي يشكله متظاهرون سلميون لا يستخدمون أي نوع من الأسلحة، فقط التظاهر وفقط رفع شعارات ضد الحكومة وضد الأحزاب والميليشيات، ما الذي يشكلونه من مخاطر على تلك الأحزاب والميليشيات وعلى قادة العملية السياسية حتى يستهدفون بهذه الطريقة؟ نعم، هم الخطر الأكبر الذي يشكلهم المتظاهرون أنهم فهموا لعبة السلطة وخداعها. عرفوا أن ما يفعله أزلام السلطة ما هو إلا هروب إلى الأمام وترك الشعب والعراق أمام المجهول، على أمل أن يحصل شيء ما يغير الوضع البائس الذي أوصل العراق إليه. لذلك هم عقب الآن في طريق هذه السلطة وطريق هذه الأحزاب، الطريق اللي اختاروه أنه يمعنون بالفساد، يمعنون بالقتل، يمعنون بالإرهاب. المتظاهرين يقفون صخرة كأداء أمام هذا المشروع للتدمير. هذه الصخرة التي تشير إليها، هناك حديث عن عودة قوية لموجة قادمة في 25 من هذا الشهر. إلى أي مدى يؤكد ذلك أن التظاهرات وأن هذه الثورة أصبحت بالفعل رقما صعبا وصخرة لا يمكن أن يتجاوزها السياسيون والأحزاب، وأنها في طريقها إلى تحقيق أهدافها؟ نعم، لأن الشعب عرف أن ليس هناك أي نية بالإصلاح
أو أي نية بالتغيير أو التخلي عن المكاسب والمليارات الدولارات اللي سرقها أزلام السلطة وأتباعهم. بالعكس، الوعود التي أطلقها الحكام هي مجرد مورفين لم يعد ينفع، انتهى مفعوله، والشعب يعرف أن الحكومة البائسة لا تملك المال الكافي لدفع رواتب الشهر القادم. وزيارة الكاظم إلى فرنسا وألمانيا وإنجلترا اليوم هي لمجرد التوسل لهذه الدول لمساعدة العراق على رفع اسمه من قائمة الدول الأكثر فساد وخطورة، حتى يستطيع الكاظم وحكومته من الحصول على قرض جديد يكبل به الأجيال القادمة ويستطيعون دفع الرواتب لشهر القادم. يعني دولة وحكومة تعيش على مستقبل مجهول، نعم، بدون أي خطة، وترفع في الداخل لإيهام الناس رايات الإصلاح وأوراق بيضاء للإصلاح، لن تتمكن من أموال طباعتها لهذه الأوراق وليس للإصلاح. هل تعتقد أن وعود الحكومة التي تطلقها يوما بعد آخر لم تعد تعني للشارع العراقي شيئا، وأن الشارع العراقي اكتسب مناعة ضد هذه الوعود الحكومية؟ نعم، بالفعل مثل ما حضرتك تفضلت، هذه المظاهرات هذه المرة راح تجمع أطياف كبيرة من الشعب العراقي بعد أن مثل أغلبية الشعب العراقي الضرر والفقر، عدا تلك الطبقة المستفيدة القليلة من الربح السريع والهتافين ووعاظ السلاطين الذين سيراقبون المشهد من بعيد وسيحاولون أن يجملوا شكل السلطة، شكل الحكومة وما ستفعله مع المتظاهرين. ما المطلوب من المتظاهرين الذي تشير إليهم في حديثك حتى يستطيعون أو حتى يستطيعوا الاقتراب أكثر من أهدافهم؟ لديهم دعوات للتظاهر ثم التجمع على أبواب المنطقة الخضراء، ماذا بعد؟ باعتقادي أن المظاهرات هذه المرة لن تكتفي بالجسور والهتافات والتصدي في منتصف الجسور، لن تقف عند منتصف الجسر، سيتم تلافي كل الأخطاء التي حدثت في انتفاضة المبارك العام الماضي، خصوصا بعد أن عرف المتظاهرون أكثر الوجوه التي كانت مندسة بينهم وتعلموا من درس الانتفاضة الكثير بعد أن دفعوا الثمن غالي من دماء أولادنا وشبابنا. نعم، أشكرك جزيلا من أمستردام الأستاذ مظفر الخميسي الكاتب والإعلامي العراقي.